فين؟ انت سامعني؟ انت منو؟ انت شلون تعرف كل هذه التفاصيل علي؟ انا لازم افهم هذا الموضوع. وين قرية حماوس هاي؟ ممكن تكون شاب أو شخص كبير في السن، غني أو فقير، راجل أو ست، كلنا عندنا أسئلة وبنواجه صراعات كتيرة في حياتنا. البعض مننا أحواله كويسة، لكن في ناس كتيرة تعبانة ومجروحة وما بتفكرش في أي حاجة تانية غير في ظروفها ومشاكلها. علشان كده أنا باجي وبدعوك إن أنت تشاركني في اكتشافاتي وصراعاتي، في الحاجات اللي هشوفها وأسمعها في المسيرة دي. ليش خلق الله البشر؟ زعم الله مهتم بينا؟ شنو الهدف من هذه الحياة؟ كيفاش الله كيتكلم معنا؟ شو معناها الله الآب والابن والروح القدس؟ علاه الله يسمح للإنسان به يدخل الجنة؟ في شي لعنة على العالم؟ زعم عنا إرادة حرة؟ واش هذه الحالة قضاء وقدر؟ هل فعلا ممكن معرفة الله؟ أنا مش عارف أنت بتفكر زي ولا لأ، لكن أنا جوايا لسه أسئلة كتيرة زي دي، بس يا ترى في اجوبه؟ ربنا بعت الانسان على الارض ليجربنا، خلقنا حتى نطيعه، يمهل ولا يهمل، خلق الظلم وخلق العدل، ايده الواحد يعمل الخير وبايده يعمل الشر. انت ممكن تعترض او تختلف على الامور اللي هتشوفها وتسمعها، لكن احنا عايزين نعرف ربنا قال ايه في اقدم كتاب ليه. ازاي اضمن باني هروح الجنه؟ انا عايز اعرف ربنا، هشوف هعرفه فين، هبص فين. هديه مش قضيه حياه وموت. الموضوع مش تافه، الموضوع لا قصة ولا رواية، موضوع متعلق بحياتنا الأبدية. احنا في مسيرتنا هنمشي في خطى الأنبياء، لأن دي هي الطريقة اللي اختارها الله أن يعلن عن مشيئته، يكشف فينا عن نفسه بحيث نعرف هو مين. هنسمع من أشخاص معروفين زي سيدنا آدم، نوح، إبراهيم، موسى، داود ويحيى. شوية شوية هنوصل في مسيرتنا للسيدة مريم العذراء ونشهد مجيء السيد المسيح للعالم. هندرس تعاليمه ونتعرف على أتباعه اللي نشروا رسالته. رحلتنا كأنها حبل أو خيط هنمشي معاها نشوف هيوصلنا لفين، وكأننا بنجمع أجزاء لصورة متفرقة هتوضح ملامحها وإحنا ماشيين مع بعض. هحاول أشد انتباهكم لبعض المواضيع المهمة اللي ممكن أنا وغيري تكون صعبة الفهم علينا. هدفي أني أكون مساعد لكل واحد في مسيرته الخاصة. بمشيئة الله هنحاول نعرف الحقيقة اللي بيعلن عنها كل أنبياء الله.